إذن وعد لم يتحقق رغم المحاولات الدموية المستمرة منذ عقود لتحقيقه، حيث أقره من لا يملك ومنحه لمن لا يستحق. إنه وعد بلفور الذي بموجبه أقرت بريطانيا بتسليم أرض فلسطين لليهود من غير أصحابها، وذلك في مثل هذا اليوم الثاني من نوفمبر من العام 1917. واعتقد الغرب أنه مع مرور الوقت سيتم لهم السيطرة على الأرض وسييأس أصحابها، إلا أن ما حدث كان العكس تماما، فلم يتسبب لهم الأمر رغم ما وفره لهم الغرب من دعم وحماية ومساعدات عسكرية ومادية، ولم تخمد الثورة ضد الاحتلال الإسرائيلي ليوم واحد. قادها الشعب الأعزل وخاضها بإصرار وإيمان عميق، رافضا مغادرة أرضه، مفضلا أن يموت على ترابها، مكذبا وعد بلفور ومصدقا لوعد الله الحق الذي لا يخلف الميعاد.